هذا التميز يعني في المكان، في الموقع، اختيار الموقع أمام الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة الشهيرة وأمام أعلام الدول وأيضا المبنى الشهير لقصر الأمم المتحدة في جنيف، لأنه هذا المكان يعتبر مزار عالمي، يعني كل الوفود، خصوصا أن نحن الآن في موسم السياحة هنا في جنيف، نعم فكثير يعني الآلاف بالآلاف الزائرين، فكثير من الناس يعني صحيح أنا عملنا الدعوة للمهتمين للحضور، لكن حتى على مستوى الناس الذين يأتون إلى هذه الساحة لأخذ بعض الصور، عندما وصلوا إلى هذا المكان وشاهدوا هذه الصور قالت أعينهم في هذا المكان، وأخذوا بكاميراتهم الشخصية العديد من الصور، والتقينا بكثير منهم وتحدثنا معهم باللغات المتعددة حول ماذا تحمل هذه الصور من مفاهيم ومن معاني، وما هي المعاناة التي يعاني منها الأطفال في اليمن فيما يخص ملف التجنيد واستغلال الأطفال في العمليات القتالية، وفيما يخص أدلكة الأطفال نعم وتربيتهم على الفكر الذي يخص جماعة الحوثي. نعم يعني الآن نستطيع نقول أن المعرض كشف يعني ما تقوم به الميليشيا من انتهاكات للأطفال وتجنيدهم وجرهم إلى الحروب العبثية وأيضا تسميم عقولهم. يعني الآن هل سنجد الآن صدى أو ردود فعل إيجابية أو تحرك من مجلس الأمم للطفولة أو المعنيين بالموضوع؟ يعني هل سنجد الآن تحركات إيجابية؟ يعني كل السنوات التي مضت لم نجد أي تفاعل حقيقي يلمسه هؤلاء الأطفال. حقيقة نحن نعرف الآن أن العالم يمر بعدد من الأزمات المعنية، يعني مثلا هنالك المشاكل الاقتصادية والتغيرات المناخية وتحدياتها والحرب الأوكرانية التي أضفت بظلالها يعني الكئيبة على الوسط الأوروبي والغرب بشكل عام. قد يكون إلى حد ما الملف اليمني قد أنسى، يعني تم نسيانه، ولكن نحاول إيقاظه بكل الطرق، سواء من خلال هذا المعرض الذي اعتبر نجاحا يعني بدرجة عالية، أو من خلال مقابلة المقررين الخواص المعنيين باستغلال الأطفال، تجنيد الأطفال، انتهاكات حقوق الإنسان. نحاول إثارة انتباههم أن المأساة في اليمن لا زالت متكررة. طبعا ملف تجنيد الأطفال في اليمن هو القديم الجديد، لكن هنالك يعني في فضاحة في استغلال الأطفال، استغلال الاحتياج والفقر لدى أسرهم باقتيادهم للمعسكرات القتالية. نعم الصور حملت صور أطفال أقل من 10 سنوات يحملون يعني يلبسون رداء أخضر مكتوب عليه عبارات شرحنا لهم أنها تعني يعني الاستشهاد، وأنهم في مهمة يعني بحسب تعبير الحوثي أنها مهمة وطنية، وهي كل ما في الموضوع أنها تكرس استمرار جماعة ميليشياوية متطرفة عنصرية لا تمارس المواطنة المتساوية نعم في هذا البلد، وإنما تحاول الاستمرار بالسلاح والقتل والفتك. هذا صورة من الانتهاكات، يعني لما تنقل صور الناس، يعني صور الأشخاص الزائرين لهذا المعرض من خلال كاميراتهم هذه الصور، ويبدأ يعني ممكن نقول إن احنا نبدأ نلمس مشاعر الأشخاص، عوام الناس، يبدأ تتصاعد الموضوع، لأنه يكون بعد كده في هنالك نعم في على مستوى التواصل الاجتماعي، في مستوى الإعلام، ثم بعد كده تبدأ على مستويات أعلى. طبعا نعم كلام إذا هذا يعني من سيدة ليزا، يعني على ما ذكرتي أن العالم الآن منشغل في أمور أخرى، وتم إهمال الملف اليمني وشهد ركود. يعني الآن ما الدور الفعال لمثل هكذا معارض لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس من قبل الميليشيا ضد الأطفال؟ التأثير يكون بالديمومة والاستمرار لهذه الفعاليات. أن لا نقف خلال، يعني نحن نعرف أن خلال السنتين مضت كانت كوفيد 19 التي اجتاحت العالم، قد عطلت الكثير من الفعاليات. يعني أوروبا ألغت، يعني أغلقت أبوابها أمام الزائرين، خاصة جنيف مثلا ألغت أبواب الأمم المتحدة، الفعاليات كانت كلها على مستوى يعني البعد، يعني بالزوم، لكن لم يكن هنالك أي تدمر. يعني الآن بدأنا نعود من جديد، الحياة بدأت تدب من جديد، مسألة التدمر ولفت أنظار الناس لما يجري في اليمن، وأن هنالك قضية حية لا زالت نعم لا تكون منسية. الشيء الثاني، لابد من الاستمرار في التواصل مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان، التواصل مع بعثات الدول الموجودة هنا في جنيف، وهو بالفعل ما قمنا به في زيارة البعثة الهولندية والتي اهتمت كثير أيضا بالملف الإنسان لحقوق الطفل والملف ما يخص النساء وانتهاكات التي تطال المرأة. طبعا كلما يعني استطعنا أكثر وأكثر الاستمرار بعملنا، نعم أيوة كانت رسائلنا أكثر بلاغة في الوصول، كما أننا سنظل على تواصل معهم بمشاركتهم
كافة نعم البيانات التي طلبوها نعم مستقبلا. إذا السيدة ليزا البدوي، الأمين العام لمركز حقل لدعم الحقوق والحريات، شكرا جزيلا.